هدم القرارات البلدية العالقة في أكودا، ما نحكيه على القبض على مروج مخدرات يبيع في السموم لأولادنا لصغيراتنا. بعد نعرفوا التفاصيل الكل في زوم 73 عام قبل هذية. مش نهزكم للساحلين، نحكيه على الشباب وقت اللي نقول لهم لازمكم تخدموا مثال وشو نتصبوا للحساب الخاص، وإلا كي تلقوا خدمة في شركة رانا نعطيكم الآليات اللي تضمن لكم على قليل العيش الكريم، نحكيه سي في بي، عقد كرامة وغيره. أما وقت اللي تكون بعض القوانين الداخلية في بعض القطاعات عائق قدام الشباب وتتسبب له في إشكال وفي فقدان مورد الرزق نتاعو، ودالي نعرفوا تفاصيله في أخبار الساحل مع فاطمة صيدلانية من مسير من الوردانين تحديدا، باش تحكي لنا حكايتها من اللي بدات ومن نهار التخرج نتاعها حتى لليوم. أخبار الساحل في زوم 73. فاطمة صباح النور، مرحبا بك على موجات نجمة فام. صباح النور، أهلا بك أختي. شنو أحوالك؟ الحمد لله. الحمد لله. أنا نشكركم ساعة الفرصة اللي عطيتوها لي باش نقدم الحكاية. مرحبا مرحبا. نشكرك مدام ريم. العفو، مرحبا. فاطمة نسمع الحكاية نتاعك باش العباد يفهموا علاش اليوم اختارنا باش ناخذوك في زوم 73، شنو اللي صار معك؟ اللي صار معايا أني فاطمة تاع مدينة الوردانين، معناتها جون دبلومي فورماسيون 2020، عديت ستاج في فارماسي في الساحلين. مدة ستاج قعد عام في 14 أكتوبر 2020، عرضت عليا المدة ستاج كونتخا سي في بي هات اللي كملت 14 أكتوبر بحكم الدبلوم، مازال معناها شوية يخلط كيكا بريود، قعدت معاها 14 أكتوبر حتكشي 31 جانفي ونطندون دبلوم يجي ونحضروا الوراق اللازمة كونتخا سي في بي باش يتم انتدابك وتقعد تخدم معها في الفارماسي. ايه بيه شنو صار؟ وصل الدبلوم جمعة الاخرى في ديسمبر. بديت نحضر في الكونتخان تاعي، نحضر في الوراق اللازمة وكل شيء. نهار اللي حضرنا الوراق حطت لي في السالير في الكونتخان كتبت لي 250 دينار. حكينا في الموضوع طلبت الزيادة الحقيقة. 250 دينار باش تعطيهم لك المشغل نتاعك وتاخذ من عند الدولة الفلوس نتاع السي في بي هاك. ايه داكوغ بيه. انت ما شهرية ما تساعدكش؟ ما ساعدنيش الشهريه الحقيقه، طلبت الزياده خاطرني ما زلت نسكن في مدينه الوردانين، عندي ترانسبور معناها ما بين الوردانين والساحلين. كيكا في الشهر نخسر يجي حكايه 90 كيكا 90 دينار. انا على قريب ان شاء الله باش نسكن في مدينه الساحلين. ما تفهمنيش على 250 دينار، عرضت عليها الخروج، علمتها الجمعه الاخرى في جانفي، قلت لها انا مش نخرج، خرجنا متفاهمين. إلى حد الآن عادي، هذا يصير مع الشباب الكل على خاطر الكلنا في بداية حياتنا، وحتى الشباب اللي مازال كيتخرج نمشي ونعملوا ستاج يقولوا لنا باش يتم انتدابكم، بعديك كي نجيو نتفاهموا على السالير وإلا ربما حتى آليات التشغيل ما تعجبناش، دونك الكلنا في أونفان نخرجوا لاباس بالتراضي ما بيننا وبين المشغل. أنت صار معك هكاكا وخرجتوا ماكمش متعاركين، ما فماش احتقان ما بيناتكم، الأمور نتاعكم الكلها قانونية. أمور قانونية، ما عندنا حتى مشكل صار ما بيناتنا. وصلت قالت لي حتى يا فاطمة بالعشرة اللي ما بيناتنا اقعد عندي لين تلقى خدمة وراني ما نعرض لكش، معناها حتى كي تلقى خدمة لهنا في مدينة الساحلين. شو صار من بعد؟ علاش اليوم فما إشكال؟ خرجت من الفارماسي مشيت كأي هناس من تلوج على خدمة في فارماسي أخرى، لقيت أنا في بير الشغل فارماسي أخرى في الساحلين تبعد على الفارماسي دو ستاج 580 متر. علاش قلنا تقولنا انت على ديستانس؟ علاش تقولي 580 متر؟ هذه هي المشكله اللي صارت لي على ديستانس. هاو كي نحكي انا يعني نكمل لكم الحكايه. مشيت في اونتريتيان عند الفارماسي هذه جديده. مشيت نحكي معاه كل شيء، عملت اونتريتيان قبلني، جيت نخدم عنده الجمعه الاولى. كما تعرف في قانون الصيدله لازم الزملاء يعلموا بعضهم، حتى لو كان اني كنت عندها ستاجير يعلمها يقول لها لي فاطمه راهي بدات معايا تخدم. يعلمها يقولها راهي فاطمه بدات تخدم معايا. مثلا حتى يزيد يسهل عليا معناها ويعرف لي كومبيتونس نتاعك وكل. يعطيك الصحه. الحقيقه ما خليت ما قالت فيا. معناتها قالت فاطمه ما تأمنهاش على رزقك، فاطمه معناتها سمحت لك ما صرفش، ما تفهمش في الدوايات. معناتها ما صرفش فيك نوت باهيه هكا تيستاسيون حتى لا تيستاسيون. رغم اللي لا تيستاسيون دو ستاج نتاعي فيها مونسيون بيان. معناها نشحب معادل باهي والستاج نتاعي تعدى لاباس. حسيلو باهي تجاوز هو وكمل تشغيلك. يعطيك الصحة.
معناتها بعد ما كلمته في قلت في الاخر الكلام خايب الكل، قلت له كنت تحب خدمه خدمه انت حر. رغم ان الكلام الكل اللي قالته فيا الكل عارف خلاني معاه، وزاد ما حكاليش في وقتها. اعطاني فرصه ما قامت حد يخلي يعطي صحه يعطي صحه. اي وني نشكره بالمناسبه بالنسبه لي تكلمت اني في الراديو نشكره، معناتها كان انسان به معايا برشا يعطي صحبي. لاحظت عليا ما تستعجلش لاني موجوده غادي رغم الكلام اللي قالته فيا الكل. كل يوم تتعدى قدام الفارماسي ترى فيا لاني على الكونتوار الصربي ما خرجتش، اموري واضحه ما فما حد شيء. تمشي تكلم لي زوطر فارماسي اللي موجودين في الساحلين لي فارماسيان، تقول لهم راهو كلموا عرف فاطمة قول لهم يخرجها سينو راني باش نشكي. معناها كي تنتهي تعمل كل صارت المكالمات عرفي رغم الضغط اللي صار عليه. ما خرجنيش خلاني معاه كالعادة ما فما حتى مشكل صار. كاو دو جور تبع جور اخرين يوصل عند المنفذ الفارماسي تعمل تنبيه لعرفي يقول فيه اللي هو اخترق الفصل السابع من القانون الصيدلة اللي يقول هو يحجر على المدة سنة كاملة بعد حصول المتربصة على الدبلوم أن تنتدب من قبل أي صيدليني يوجد محله في حدود 600 متر من الصيدلية التي أجرت بها تربص. دونك الفصل السابع هذايا من قانون الصيدلة فاطمة باش نفسروا للعبيد يمنعكم أنتوما من أنكم قبل العام من الكونترا مع اللي عملته عنده ستاج تمشي وتخدمه في فارماسي في نفس المحيط تبعد مينيموم لازمها تكون 600 متر على الفارماسي اللي عملت فيها ستاج. معناها لازم تبعد في حدود 600 متر. في حدود 600 متر وانت الفارماسي اللي مشيت لها 580 معناتها 20 متر. الحكايه الكل على 20 متر. هي اللي خلاها تكتب الفصل هذا وتعمل به تنبيه، الفصل هذا خاطر موجود في الكونتراد ستاج اللي مدينتنا اللي هو يحمل الطابع نتاع الكونسيبت. واللي انت مسحها لي. نصح عليه يعني نصح عليه الميتر دو ستاج والكونسي ريجيونال دو لورد دي فارماسيون والسونتر اللي نقريت فيه. واضح بي. من بعد حسيت نهارين اخرين رغم اللي تعمل حتى عنده ضغط ضغط على عرفي ما خليت ما عملتلوش عملت تنبيه على طريق مركز الشرطه لدارو. نهارين اخرين يوصل لي عاد المنفذ باسمي اني قول فيك العادة اللي نخرق منها خرقت الفصل السابع واللي أنا مسيت لها أخلاقية المهنة وما قمتش بالاستئذان ما عرفتش عليها حتى الخدمات عليها قبل أي صيدلاني آخر واني ضريتها معناتها ماديا ومعنويا. انت طالب بحقها هي بي من بعد هذا الكل الحكاية كبرت واني الحقيقة أنا إنسانة راه ما عنديش مشاكل في الدنيا من بيت الدار للفارماسي من الفارماسي للدار معناتها عمري ما تصورت روحي نوصل للموقف هذا. خاطر انسان كنت عادي عنده في ستاج يقول لك بنتي فطومه يتربش بيك حاسبك بنته الحقيقه انا جو شوكي على الاخر. وصعب لك فاطمه الرجات هذي تنجمت قوينا ما تخليناش نبكي وخا نكملوا نفهموا الحكايه واسع بالك اكيد نلقاو حلوله ما تقعدش تبكي البكاء ما ينجمش يعطي نتيجه خلينا نكملوا نفهموا منك الحكايه. حسيت والحكايه كي طلعت اني حبيت نحلها وديه ما حبيت كي تطلع فوق. مشيت لها نهار الفرمان نهار اللي هي دارت عشية سبت للفارماسي حبيت نمشي نحكي معاها نفضوا الامور وديا ومعناها كانسانه قبل كانت باهيه معايا وبعد ما تقول لي بنتي وكل شيء قلت هذه باش تقبل مني الحديث وباش نتحاوروا ونفضوها الامور. مشيت عشية سبت وهي دارت للفارماسي نهز معايا امي ندخل لها الفارماسي ما عبرتنيش ما عطاتنيش الفرصه باش نحكي معاها ما قدرتش حتى الوالده واقفه معايا على الكونتوار. شو نقول لك خرجتني معناتها طردتني من الفارماسي وقالت لي اني ما نحكيش معاك ما نعرفكش انسان تقول لي ما نعرفكش بالرغم اللي انا عملت الكل اللي خدمت بزايد وقت اللي قبلت من عنده 100 دينار وانت تخدم 7 شهور سون كونترا. فاطمه ليش قلت عليا من بعد قلت عليا باش تدافع على روحها قالت راني فاطمه كنت نعطيها صالير طياره على الاخر كنت نوصلها ل 700 غير هي ما صبرتش. وكذبت وقالت لي اني تعديت عليها معناها سمعتها الكلام قلبت عليها كومبليتمون. والمشغله الثانيه زاده بسبب المشاكل نزربوا شويه في الحوار. دونك المشغله الثانيه بسبب المشاكل اللي صارت هو بيدو قرر الاستغناء عليك. متى حبني نخدم معاه ما حد قيمة قال حتى عمادة الصيدلة بالقانون تمنعه من تشغيلك. الحقيقة هي الصيدلة من الأول
وافقوا لي على الخدمه وكل شيء. زرت من بعد تبدلت الامور. صارت جلسه اخر حاجه صارت جلسه في كونسي دو لورد ما بين عارفي ما بين متر دستاج. داروا بها المسؤولين الكل قالوا لها راهو سايبه الطفله خلاها تتبلزق وما زاد كي نشفت وكل شيء. كاو توصلت هذا في كونسي دو لورد قبل لهم راهي كان تطبقوا الارتيكل هذا راني باش نسامح الحاجه. والارتيكل هذايا معناتها يطبق على الناس الكل، ولكن في ما هو فيه استثناءات، والحقيقه القانون ماهوش قران معناتها نجموا ساعات فما استثناءات. انا الحقيقه فاطمه بعد ما حكينا ونسقنا مع بعضنا البارح كنت اتصلت بسي محمد رئيس الفرع الجهوي لهيئه الصيدله في سوسه، اعتذر على التدخل معنا، يقول بيتي على عنده اجتماع في تونس دونك هذايا المبرر نتاعهم، ولكن الطريقه اللي حكي بها معنا سي محمد وفسر لنا قال بيان سور قال فما عقد يجمعك انت والمتخ دو ستاج نتاعك هذاك اللي يمنعك من انك تخدم عام تكمل معها العام باش نجم تمشي تخدم في فارماسي اخرى ما تبعدش على المقر نتاعها اقل من 600 متر. يقول انه انت اليوم صحيح فقدت موطن الشغل نتاعك ولكن في الساحلين فقط نجم تخدم في الورداني نجم تخدم في اي بلاصه اخرى. هذا الرد نتاعو. يقول زيد انه انت والدتك على اللي قلت لي مشيت باش تصفي الامور وديا يعني يقولوا تهجمتوا عليها هذاك الشيء اللي خليها ربما تشد صحيحة في رايها الميدخ دو ستاج اللي عديت عندها ستاج به. هذي الرد متاع رئيس الفرع الجهوي لهيئة الصيد. لحنا اليوم علاش اخذينا موضوعك فات موضوعك واضح للناس، فقط حبينا نقول انه الشباب ربما يتخرج بطاقة ويحب يخدم ويحب يعطي من ما عنده، ولكن يصطدم بمعوقات كثيرة منها هالقانون هذي قانون داخلي نحكي وزاد على شباب آخر يتم استغلاله وظروف التشغيل الهشة اللي موجودة في كل القطاعات. راهو ماهوش استثناء القطاع متاعكم. احنا باش نقعدوا في المتابعة فاطمة للموضوع متاعك وان شاء الله نلقاو حل في الأيامات الجاية. يعطيك الصحة وبارك الله فيك على ثقتك فينا. بعجلة خاطر وقت الأخبار. بعجلة نحب نوجه نداء برا الكونسي دو لورد نقول لهم أني كبريباراتريس حددتك حتتشافي في الدنيا وما زدتك نجحت شنو ذنبي باش ما نخدمش بعد اللي انتوما معناها عارفين اللي فضول اللي فارماسي باش يحلوا بحذا بعضهم. تستحلين كل ما تمشي 100 متر تلقى فارماسي. بيني وبين الفارماسي اللي نتا باش نخدم فيها والفارماسي دو ستاج تسمى فارماسي اخرى ما بيناتنا. دونك اني اربع فارماسيات بحذا الفارماسي من تاع متر دو ستاج هذوما كي يعملوا باغ اكزومبل اوفر دومبلوا اني ما عنديش حق نخدم فيهم. جوستومون هنحكي على القانون الغريب. باهي فاطمه نرجعوا نكونوا في المتابعه ونداء للي فارماسيان اللي موجودين في الساحلين. اكيد فما دي فارماسي ابعد شويه 600 متر وبربي على خاطر هال 20 متر هذايا ما نحطموش مستقبل الشباب على خاطر 20 متر والتعنت هذا النجم يصير من بعض المشغلين. 10 30 دقيقه موجز الاخبار نرجع لكم ان شاء الله في مواضيع اخرى في زوم 73. أكثر من 60 سنة عداو وثنيتنا ما زالت القدام. من عام 57 سنيت بنات وعلات ولمت شمل برشا عائلات وديارنا تورثتها أجيال ورجيال. خدمنا تعبنا وبمحبة عطينا ما عندنا وبرشا قلوب فرحنا. فروعنا في الشمال الوسط والجنوب للتوانسة زدنا قربنا والفئات الاجتماعية الكل شملنا. توسعنا في كامل الجمهورية وفي المساكن والعقارات نوعنا. في الجودة رفعنا وبثيقة حرفائنا زدنا تطورنا وبآليات تمويل مختلفة قبلنا. على خاطر نحب ونحق حلم كل تونسي يتمنى يستقر في دويرة تلم العيلة ويعيش عيشة فضيلة. سنيت الدار الكبيرة فيها تلمت كل عيله.